السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم غنقدم معكم الطبق ديال البصله المغربيه بالفول. كما كتشوفوا انا قدمتها هنا في طبق في التاكره، كما كنقولوا حنا الشماليين. هانتوما شوفوا كتجي زوينه وخاطره تبارك الله، وديال هذا البرد نيت كتشهي بالكمون شويه السودانيه والزيت البلديه. كنتمنى ان الطبق يعجبكم. الناس متمنين الوصفه يبقوا معايا باش يشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وكنتمنى ان الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وتشتركوا في القناه الا كنتم مازال مشتركينش. مرحبا بكم، الف مرحبا. شكرا. المهم باش نحضروا البصله ديالنا، كما شفتوا اول حاجه درتها هي انني شديت كوكوت درت فيها الماء كيغلي. هانتوما شفتوا معايا كيغلي تقريبا جهدي طرونس تلجيترو د الماء. انا درت هنايا خديت الفول هانتوما كما كتشوفوا غسلته مزيان وخليته واحد ساعه الماء كانه في الماء يرطب شويه وكيحيدوا منه داك الشوائب والقشور وكل شيء وكتغسلوه مزيان. وهنا عندي تقريبا 500 غرام اللي هي نص كيلو ديال الفول. انا درت نص كيلو. نتوما ما بغيتو شي بزاف تقدروا ديروا غير ربعه ديال الفول ولا تخلطوا الفول مع الجلبانه اللي عجبكم. المهم كنخليو حتى كيغلي الماء مزيان هانتوما شفتوا، وكنديروا داك الفول ديالنا. بحال هكا وكنخليو داك الفول حتى يغلي مزيان مع الماء يزيد يغلي. انا نوريكم شنو غادي ندير. وهنا ملي كتغلي لينا شفتوا كنبقاو نحيدو هاد الكشكوشه اللي كدار لينا الفوق بحال هكا. هاد الكشكوشه هي داك الغازات ديال اللي كتلق لينا داك الفول باش كيضر الانسان في المصران ديالو ما كيقدوش الناس عليه. المهم هكا وتحيدو من الفوق. انا عارفه بان كلشي كيعرف يصايب تبارك الله المغربيات كلهم كيعرفوا يصايبوا البصاره، ولكن انا كنديرها للناس اللي جدادين عندي في القناه، مثلا من بلدان الشقيقه كيكونوا مصريين ولا كيكونوا توانسه ولا من اخوان جزائريين شي اخت تكون ما عارفاش ولا البلدان اخرى علاش لا، ولا شي بنت تكون مغربيه مبتدئه يلاه تزوجات. فحالنا ملي كنكونوا يلاه بادين كنكونوا ما عارفين شي كنسول الامهات ديالنا، ولا كتدخل الانسان كيقلب في الانترنت علاش لا ما يشوفوش الوصفه. راه كل واحد كيدير بطريقته. من هكا كندير ليها نخليها تزيد تغلي. الى عاوتاني كشكوشه غنحيدها لها وغادي نكمل معاكم الوصفه. انا غنزيدو نحيدو هاد الكشكوشه اللي تزاد دارت لينا بحال هكا. البصله دابا هذا هو وقتها كما كتعرفوا دابا وقت البرد، يعني خاص الانسان ضروري يدير بحال هاد الاطباق كيسخنوا. وننصحكم انكم تخليوها جاريه شويه حيت هي كتشرب وكتقصح. الناس اللي بغاو يديروها في الطاجين ينقصوا عليها بزاف ويديروها حتى في الطاجين ماشي مشكل. وانا كندير في الكوكوط باش كتسهل عليا. دابا غادي نسدو عليها نديرو عليها بلاتي نديرو عليها بعدا الثومه. هانتوما شوف انا شحال درت انا ديال الثومه. هانتوما هادو فصوص كبارين، هادو هما اربعه، نقولو شي سته الفصوص ديال الثوم ولا سبعه. هي كل ما درتو الثومه فيها كل ما مزيان. ديروها صاينه لان خلاص كنطحنوها من بعد. وغادي ندير فيها الزيت البلديه اللي ضروريه. الزيت البلديه كتعطيها البنه، هي السر ديال هاد البصله باش كتجيكم زوينه. هكا درت نص كاس كبير الزيت البلديه وغادي نسدو عليها الكوكوط ونخليوها تصفر لينا خمسة دقائق. ملي تبدا تصفر غير تحسوا بالكوكوط بدات كتصفر تنقصوا عليها على نار مهينه مده واحد 20 حتى 25 دقيقه وردوا البال. تمشي تشرب ليكم الكوكوط ولا شي حاجه المهم ردوا البال، تكون داك ربع ساعه ثلث ساعه ردوا ليها البال. دابا من بعد ما طابت لينا البصره ديالنا كما شفتوا انا خليتها تقريبا 25 دقيقه على نار مهيله. حليت عليها غنحيدو عليها هاد رديتها فوق البوطه ونحيد لها هاد الكشكوشه هكا اللي كتشوفوها من الفوق كتجمع. وغادي نطحنها. تقدو نتوما طحنوها الا بغيتو بالطحانه ديال المطيشه الا بغيتو تبقى خاطره
زعما شاده راسها ماشي زعما جاريه. انا كتبغي كنبغيها تبقى جاريه باش بغيت نشربها في الليل تكون اون سوب كتشربوها هكا بمعلقه وداكشي. بغيتو تزيدو تعقدوها غادي نوريكم الطريقه كيفاش ديرو تزيدو تعقدوها. انا دابا غادي نطحنها قدامكم غير بالباتور وتشوفوا الطريقه معايا. المهم انتما انا غادي نطحنها غير بهذا ميكسر. ودابا هنا من بعد ما طحنتها انا كما شفتوا خليتها هنا جاريه راكم شفتوا معايا باش تبقى ليا ملي نبقى نسخنها ماشي كل مره تبقى تنشف دغيا وتقصح كما كتعرفوا هي كتشرب وكتقصح. دابا غادي ندير الملحه الا تذكرتوا معايا ما درناش الملحه. دابا غادي ندير الملح هكا وغندير شويه الكمون حيت الكمون في التالي غنزيدو عاوتاني وغادي نزيد شويه ديال الزيت البلديه هكا. الزيت البلديه كزوينه هي الكمون صحيه ما تخافوش منها ما تضركم ولا ان شاء الله تفهم زعما ما تضركمش. وغادي نغطيها فوق النار تغلي شويه واحد 5 ولا 10 دقائق وصافي ونخليها هكاك. بغيتو تزيدو تشرب ليكم تزيدو تخليوها تزيد عاوتاني شويه كتغلي. وانا غادي نقدمها معكم في التاكره المغربيه ديالنا. ملي نبغي نقدمها غادي نزيد نخليها تشرب في التاكره كتعرفوا الطين كيزيد يشرب وديك الساعه غتعقد لينا. وغادي نحطوها بالطريقه اللي بغيناها ملي بغينا ناكلوها راكم كتعرفوا حنايا بالخبز وداكشي. الا بغيتو تاخدوها كون سوب كتخليوها بحال هكا كتخليوها غير هذا وتحطوها في الزليفه وتشربوها. وهذا هو الشكل النهائي ديال البصاره ديالنا كما كتشوفوا كتجي كتشهي عقده زوينه. الناس اللي بغاو كما قلت لكم يجيبوها خاطره يديروها في التكره ويخليوها كتغلي كيبقى يتبخر داك الماء اللي فيها وكتولي بحال هكا. والا بغيتوها ما تجيكمش سائله من الاول تقدروا ديروا كميه قليله ديال الماء بارابور داك الكميه اللي درت انا في الاول تنقصوا الكميه ديال الماء وداك الساعه تجيكم خاطره كما كتشوفوا كتشهي. ما تنساوهاش من الزيت البلديه ديروا زيت بلديه مزيان الكمون وشويه السودانيه الناس اللي كيبغوا السودانيه. وكنتمنى ان يكون عجبكم الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تضغطوا على زر لايك وتشتركوا في القناه. مرحبا بكم الف مرحبا والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم خليتكم في امان الله وحفظه. بسلام عليكم.